صبحكم الله بالخير أعزائي ومتابعيني من قناة محمد رقل. اليوم رحلتنا وسفرتنا راح تكون إلى محافظة الكوت إلى قضاء الصويرة. طبعا اليوم راح نكون بضيافة الكابتن أحمد أبو سامان. اليوم هو راح يقوم بالواجب وهو اللي دعانا، راح نكون اليوم بضيافته وإن شاء الله راح تكون الفلوق والسفرة حلوة ممتعة وياه. طبعا اليوم انا طالع وحدي من بغداد، يعني ماكو احد وياي. ان شاء الله لحد ما راح اوصل السويره، يعني هاي تقريبا اول سفره لي انه راح اكون وحدي. طريقي تقريبا 85 كيلو، راح اكون وحدي من بغداد الى السويره. طبعا هسه انا حاليا مثل ما تشوفون هاي السيطره مال الخروجيه تعتبر بغداد، وهذا مقابلي جسر ديالي. ان شاء الله الطريق تقريبا ساعة ونص وان شاء الله اوصل الى الصويرة. طبعا هناك راح نلتقي انا وابو مينا وحسن الحسناوي واحمد ابو سامان، راح نكون متواجد هناك نلتقي في الصويرة، راح نبدي بلوجنا ونطلق ان شاء الله. حبيت اوضح لكم انه هذا الطريق مثل ما تشوفون كوت بصرة عمارة، هذا الطريق يودي الى محافظات الجنوبية كاملة، يعني الطريق رئيسي ويودي يعتبر الى الجنوب. ومثل ما تشوفون هذا كوت عمارة بصرة يودي من جهة الأيمن، وجهة الأيسر تودي إلى المدائن. من هذه جهة الأيمن راح تودي إلى المدائن. إن شاء الله أنا راح أطلع جهة الأيسر اللي هو تعتبر كوت بصرة عمارة. ومثل ما تشوفون هاي جهة الأيسر كليتها اللي قدام تكون مجمع بسماي اللي يعتبر أكبر مجمع حاليا موجود في بغداد. مثل ما تشوفون هاي القطعة تبين بداية محافظة واسط، والحمد لله والشكر بعد عناء ساعة ونص من الطريق حاليا أنا دخلت محافظة واسط، وحاليا أنا بداية مدخل قضاء الصويرة. تقريبا بعد 10 كيلو أسير في داخل الصويرة. طبعا إن شاء الله من أوصل هناك أتصل على أحمد أبو سامان ونلتقي ويا الولد كذلك أبو مينة وحسن الحسناوي ونتجمع ونكمل فلوقنا. هاي جيكم مفروض حبيبي الله يسلمك. انا مفروض شلونك؟ شلون صحة قلبي؟ مستعفين؟ يردون عيونك ان شاء الله. يلا عيني فوق يلا يلا. السلام عليكم. نزلت هم يا هلا يا هلا بالكلاوات. والله الحمد لله تمام. وبعد ما التقينا بالولد احمد ابو سامان وابو مينا وحسن الحسناوي، ان شاء الله حاليا رايحين متوجهين الى المزارع الصويرة. طبعا المناظر الحلوة والجمال والطبيعة راح تكون هناك. ابقوا يعني تابعوا الفلوق. وهنا بلشنا بدينا ندخل بالمزارع، مزارع الصويرة مثل ما تشوفون على جهة الأيمن والأيسر الخضار وبداية الطبيعة. طبعا احنا بعد نكمل توجهنا لحد ما نوصل النهر، تقريبا راح يكون الشوي مالتنا والترتيبات قريبة على النهر. السلام عليكم، شو اخباركم؟ شو اخباركم؟
يطلع لك هناك شد لها بعد افصل افصل يلا طبعا هنا الزلك كلش قوي هاي مثل صايره شي حاطين وما اعرف شنو فلازم واحد عليك في السوق لان بسرعه تسحلق الدراجه بابا طبعا انزعلقت الا شويه الحمد لله والشكر ونكمل توجهنا احنا حاليا طبعا داخل المزارع بعد لنا تقريبا 300 متر هيجي راح يكون مقابلنا النهر اتصور نهر الدجله اتصور اللي راح يكون يمه راح يكون نخيم ونشوي ونقضي اليوم نهارنا هذا المكان هاي التوانة معود شو تسوي غير دوام؟ الدوام يلا عجل على سبعة عليك يا اي والله انا فاتت هي وعلي مو مرجوحة ضيم والله تبين طبعا ما شطك يا عندك يا اي ابا احنا وين؟ احنا؟ لا جوا وعليك لا هاي تلفوني قبل لك على وين We'll be right back.
لازم ردة الفعل كانت هي اوه عليك لا واد لا شوي بسرعة ذبت مياني اجيت اجيت وقعدت يمي يلا اوكي الموسوي اخوي على الموسوي مناشدة اي والله مكانه خالي جوش بيك ما قاعدة بالحجر هاي ذبت مياني يمي قعدت يمي شو الدورين دورين سمك مو من ثلاثة ما يكفن هاي مشكلة شو حسين نقص قوري نقص القوري مالتك لا والله قصدك هنا مكان اي والله هنا مكان هذا النكنك 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 هذا كيفي يلا ابو جاسم اضربك طلقه يلا حميد يا ايش بضيع عليك طيرنا طيرنا حميد ماكل والله ابو العظام روح روح لهناك لهناك سمر لهناك شوي
وصلت وياكم الان الى نهاية الفيديو، انتظروني ان شاء الله بفلوقات جديدة، لا تنسوني باللايك والاشتراك، في امان الله.